بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله في كتابه شرح شذور الذهب، قال: وأما أن فشرط النصب بها أمران، أحدهما أن تكون مصدرية لا زائدة ولا مفسرة، الثاني ألا تكون مخففة من الثقيلة وهي التابعة علما أو ظنا نزل منزلة العلم. مثال ما اجتمع فيه الشرطان قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. نكتب الآية الكريمة يا أولادي ونعرب الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، أطمع فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. الفاعل المستتر وجوبا تقدير أنا. أن حرف مصدر ونصب. يغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. نلاحظ أن هنا ليست مفسرة وليست زائلة، وسيأتي الحديث إن شاء الله تفصيلا عن هاتين. طيب الآية الكريمة: والله يريد أن يتوب عليكم. يريد أن يتوب عليكم. والله يريد، نلاحظ أن يريد مثل كلمة أطمعوا، يبقى فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. يتوب فعل مضارع منصوب بأن، وأن هذه كما قلنا تسمى حرف مصدري ونصب. نصب لأنها نصبت الفعل، مصدري لأنها تؤول مع الفعل بمصدر. يعني والله يريد التوبة عليكم. طيب ومثال ما انتفى عنه الشرط الأول قولك كتبت إليه أن يفعل. إذا أردت بأن معنى أي، إذا أردت بأن معنى أي، فهذه يرتفع الفعل بعدها لأنها تفسير لقولك كتبت. إذن يا أولادي لما أقول كتبت إليه، كتبت إليه أيوة أن يفعل كذا، أن ها أن يفعل. لو قلنا المراد بأن أي، لأن أن المفسرة تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، لأن كلمة كتبت أو جملة كتبت كأنني قلت له، يعني قلت له أن يفعل. في قوله تعالى: وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أي اصنع الفلك، يبقى سبقت بجملة فيها معنى القول، يعني قلنا له اصنع الفلك. فالأن المفسرة تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروف القول. طب هنا يكون الفعل بعدها مرفوعا، لأن المراد بأن أي، لأنها تفسير للإيه، يعني تفسر الكتابة بأنه أي افعل كذا أو يفعل كذا. فهو يقول: إذا أردت بأن معنى أي، فكأنك قلت كتبت إليه أن يفعل، عفوا أن يفعلوا، يعني أي يفعلوا، لأنها تفسير لكلمة كتبت. طيب فلا موضع لها من الإعراب، لأن الجملة التفسيرية ليس لها محل من الإعراب، لأنه لا يصح أن تحذف ويحل مكانها مفرد. فلا موضع لها ولا لما دخلت عليه، يعني أصبحت أن هذه ليس لها محل ولا لما دخلت عليه، لأن هي وما بعدها جملة تفسيرية للفعل كتبت. كتبت إليه أن يفعلوا، يعني أي يفعلوا كذا، فأن هنا تفسير لكتبت. ولا يجوز لك أن تنصب كما لا تنصب لو صرحت بأي، لأنك لو أتيت بأي وقلت كتبت إليه أي يفعل لا يجوز،
لأن الفعل بعد أي لا ينصب، لأن أي ليست من أدوات النصب. فإن قدرت معها الجارة وهو الباء فهي مصدرية ووجب عليك أن تنصب بها. يعني لو قلت كتبت إليه بأن قولا واحدا أصبحت أن مصدرية. لماذا؟ لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، وأن مع الفعل مقابل مصدر، والتقدير كتبت إليه بفعل كذا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قال وإنما تكون أن مفسرة بثلاثة شروط، أحدها أن يتقدم عليها جملة كهذا المثال احنا شرحناه منذ قليل، وأن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون حروفه. لأن عندما أقول كتبت إليه كأنني قلت له. الثالث ألا يدخل عليها حرف جر لا لفظا ولا تقديرا، وذلك كقوله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك. أوحينا إليه أوحى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على العظمة، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أن حرف تفسير بمعنى أي، اصنع فعل أمر مبني على السكون. نلاحظ أن هنا تفسيرية كما قلنا، لأن كلمة أن يصنع تفسير لجملة أوحينا، فأوحينا فيها معنى القول، يعني قلنا له اصنع الفلك. ونجد أن الشروط كلها إيه؟ الثلاثة موجودة، سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه. الشرط الثاني اللي هو قال عليه يعني أن تقدمت عليها جملة اللي هو أوحينا، وهذه الجملة فيها معنى القول دون حروف القول، ولم يدخل عليها حرف جر. يعني لو قال القرآن أوحينا إليه بأن يفعل بأن يصنع، يبقى أوحينا إليه بصنع كذا، أصبحت هنا مصدرية، بس لأن أقول ناصبة، لأنه الفعل فعل الأمر لا ينصب، إنما يؤول مع أن بمصدر، يعني أوحينا إليه بصنع الفلك. فلا تكون هنا إيه؟ يعني لا تكون مفسرة. قال تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي، أن آمنوا بمعنى أي آمنوا، وده تفسير لإيه؟ لإذا أوحيت. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، انطلق الملأ يعني انطلقت ألسنتهم بهذا الكلام، لأن احنا قلنا انطلق الملأ عايزين جملة فيها معنى القول، انطلق الملأ يعني انطلقت ألسنة الملأ أن يمشوا، يبقى أن يمشوا تفسير لما قبلها، بخلاف نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعواهم لم تتقدمها جملة، تقدمها مفرد، لأن آخر دعواهم آخر مبتدأ ودعواهم مضاف إليه، فهنا لم يتقدم على أن جملة، إنما تقدم مفرد، فإن المتقدم عليها غير جملة. وبخلاف ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، فليست أن فيها مفسر لقلت بل لأمرتني. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. إذن كلمة أن اعبدوا الله يبقى أن هنا تفسيري لجملة أمرتني وليس لجملة إيه؟ قلت لهم. لأن لو كانت لقلت لهم يبقى في محل نصب مقول القول قال إني عبد الله، فهنا يبقى في محل نصب مقول القول، لكن هنا أن مفسرة لأمرتني وليست لقلت، لكلمة ما قلت يعني. مثال طيب وبخلاف كتبت إليه بأن يفعل، ما احنا قلنا بأن يفعل هنا دخل عليها حرف جر فأصبحت أن مصدرية. مثال ما انتفى عنه الشرط الثاني علم أن سيكون منكم مرضى. الشرط الثاني قلنا ألا تكون مخففة من الثقيلة، وكيف تكون مخففة من الثقيلة؟ إذا سبقت بما يدل على العلم أو ظن نزل منزلة العلم. علم أن سيكون منكم مرضى يبقى أن أصلها أن هو، يبقى دي مخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف، بدليل الفعل بعدها مرفوع سيكون، ولاحظ قبلها علم. أفلا يرون، فهنا رأى بمعنى علم،
وليس بمعنى الرأي البصرية، دي بمعنى إيه؟ علم له اليقين، يعني يدل على اليقين. أفلا يرون ألا يرجع، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مش دي رؤية العين، دي رؤية الإيه؟ العلم واليقين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في العام الذي حدثت فيه حادثة الفيل، فأصبح هذا الخبر معروف للصغير والكبير، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. يبقى الآية الكريمة رأى هنا بمعنى إيه؟ علم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طيب، وحسبوا ألا تكون فتنة، هذه الآية فيها قراءتان، وحسبوا ألا تكونوا، من رفع الفعل جعل حسب بمعنى علم، ومن نصب وقال وحسبوا ألا تكون يبقى جعل حسب بمعنى ظن. يبقى إذا سبقت بعلم أصبحت مخففة من ثقيلة، إذا سبقت بظن نزل منزلة العلم أصبحت مخففة من ثقيلة. طب إذا سبقت بظن ولم ينزل منزلة العلم فإنها هنا تكون ناصبة. يقول في من قرأ برفع تكون، ألا ترى أنها في الآيتين الأولين وقعت بعد فعل العلم اللي هو علم أن سيكون، أفلا يرون. أما في الآية الأولى فواضح، وأما في الآية الثانية فلأن مرادنا بالعلم ليس لفظ علم، لأن بعض الناس يقول لك موضوع أنه علم يعني لازم عين لام ميم، لا، بل ما دل على التحقيق. كما قلنا في الآية الكريمة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مقصود هنا العلم اليقيني التحقيق يعني، فهي مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، والجملة بعدها في موضع رفع الخبرية. يعني لما نقرأ علم أن سيكون أقول علم فعل ماضي ناسخ، طيب أن أصلها أن، أصلها كده يا أولادي أن، فصارت مخففة صارت أن، أين اسمها ضمير الشأن محذوف تقديره أنه، سيكون السين حرف استقبال أو حرف تسويف كما يقول بعض النحاة، يكون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. طيب أين فاعل أو أين اسم يكون؟ محذوف، وهذه الجملة في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة. طيب يقول واسمها محذوف والجملة بعدها في موضع رفع الخبري والتقدير علم أنه سيكون، أفلا رون أنه لا يرجع إليهم قولا. وفي الآية الثالثة وقعت بعد الظن، لأن الحسبان ظن، عشان كده احنا بنقول ظن بخوتها، لأن حسب وخال وزعم كل هذه بمعنى ظن. وقد اختلف القراء فيها، فمنهم من قرأ بالرفع وذلك على إجراء الظن مجرى العلم فتكون مخففة من الثقيلة واسمها محذوف والجملة بعدها خبرها والتقدير وحسبوا أنها لا تكون فتنة. ومنهم من قرأ بالنصب على إجراء الظن على أصله وعدم تنزله منزلة العلم وهو الأرجح، فلهذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة، يبقى تدخلوا فعل مضارع منصوب بأن، علامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل، الجنة مفعول به. أم حسبتم أن تتركوا نفس الإعراب، أحسب الناس أن يتركوا نفس الإعراب، تظن أن لن يفعل بها فاقرة، يبقى يفعل فعل مضارع منصوب بأن. طب كل ده يجب النصب لأنه حسب بمعنى ظن في هذه الآيات. ويؤيد القراءة الأولى أيضا قوله تعالى أيحسب أن لن نجمع عظامه، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد، ألا ترى أنها فيهن مخففة من ثقيلة. إذ لا يدخل الناصب على ناصب ولا على جازم، يعني في قوله تعالى أيحسب أن لن نجمع عظامه أصلها أن لن بس أدغمت النون في اللام، فهنا الذي نصب الفعل هو لن. يقول
أيحسب أن لن نجمع عظامه، أن عظامه، يبقى نجمع فعل مضارع منصوب بلن، وأصبحت أن مخففة من الثقيلة وليست ناصبة. لماذا؟ لأن لو جعلناها ناصبة هيدخل ناصب على ناصب وهذا لا يجوز. وكذلك وهذا القول أيضا في قوله تعالى أيحسب أن لن يقدر، يبقى يقدر فعل مضارع منصوب بلن، أما أن هنا قولا واحدا هي مخففة من الثقيلة وليست ناصبة لأنه لا يدخل ناصب على ناصب. وفي الآية الأخيرة أن لم يره، يبقى يره فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة دليل عليها. طيب وأن هذه مخففة قولا واحدا، لماذا لم تكن ناصبة؟ لأنه لا يدخل ناصب على جازم. ثم قلت وتضمر أن بعد ثلاثة من حروف الجر، وهي كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، أيوة تضمر أن بعد ثلاثة من حروف الجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا، أصلها كي أن لا يكون، فكي هنا حرف التعليل وجر بمعنى اللام وليست مصدرية ناصبة، وقد شرحت هذا قبل ذلك. طالما أنها لم تسبق باللام يبقى الفعل بعدها منصوب بأن المضمرة. طيب وبعد حتى إن كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، حتى يرجع إلينا موسى، قالوا لن نبرح عليها عاكفين حتى يرجع. إذن حتى هنا حرف جر بمعنى إلى، ويرجع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، يعني حتى رجوع موسى عليه السلام. يبقى هنا أن أضمرت بعد حرف من حروف الجر اللي هو حتى، لأن معلوم أن حتى حرف جر، قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. ثم قال وأسلمت حتى أدخل الجنة، أسلمت حتى أدخل، يبقى أدخل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، وحتى حرف غاية وجر. طيب واللام تعليلية، واللام تعليلية مع المضارع المجرد من لا، ليغفر لك، يعني اللام هنا حرف تعليل، ليغفر لك يعني لغفران الله لك، بخلاف لألا يعلم، بخلاف لألا يعلم، لألا يعلم أصلها لأن لا يعلم، هنا وجب إظهار أن، وجب إظهار أن، لكن غاية ما في الأمر أدغمت النون في اللام فصارت لأن لا يعلم، يبقى هنا يجب إظهار أن. لماذا؟ لأنه جاء بعدها حرف النفي لا، فلا يجوز إضمار أن هنا، لكن غاية ما في الأمر أدغمت النون في اللام، وده يسمى إدغام بغير غنة. وبخلاف جحودية، الجحود لام الجحود اللي هي ولادي بعد ما كان أو ما يكون، قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم، يبقى ما حرف نفي وكان فعل ناسخ. اللام الواقعة بعد كان المنفية تسمى لام الجحود، والجحود يعني الإنكار، فهي تأكيد للنفي. وما كان الله ليعذبهم، أصبح يعذبهم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود. وهذا هو الموضع الثالث، إنه أن أضمرت بعد حرف من حرف الجر، لأن اللام هنا اللي هي لام الجحود أيضا لام جرة، لأنه أن يعذب يبقى يعذب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وأن مع الفعل مؤول بمصدر، والجار والمجرور متعلقة بمحذوف بالتقدير، وما كان الله مريدا لتعذيبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. وبعد ثلاثة من حروف العطف، وهي أو التي بمعنى إلى، لا أقول مثلا لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني افترض أني أخانا الشيخ رضا له مال لشخص ما، فوجده في الطريق فأخذ بتلابيبه وقال لألزمنك، يعني والله لا أتركك، أو تقضيني حق، يبقى تقضية فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد أو، أو فعل والتقدير
أو أن تقضيني حقي، أو بمعنى إلا لأقتلنه أو يسلم. هنا أو بمعنى إلا، يعني لأقتلنه إلا أن يسلم، يبقى يسلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد أو اللي هي بمعنى إلا. لكن في المثال السابق اللي هو احنا قلنا ايه في المثال السابق، لألزمنك أو تقضيني، يعني إلى أن تقضيني حقي، يبقى أو هنا بمعنى إلى. طيب، وفاء السببية وواو المعية مسبوقين بنفي محض أو بطلب بغير اسم الفعل، لا يقضى عليهم فيموتوا. فاء السببية ده حرف من حروف العطف، لا يقضى عليهم فيموتوا. لا حرف نفي، يقضى ده فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، عليهم ده جار ومجرور متعلق بمحذوف نائب فاعل، الفاء دي فاء السببية. طبعا فاء السببية تدل على ان ما قبلها سبب بما بعدها، لما اقول ذاكر فتنجح يبقى المذاكرة سبب في النجاح. إذن فيموت فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، أصلها فيموتون فحذفت النون لأنه دخل في ناصب هنا اللي هو أن المضمرة بعد فاء السببية أولادي، وطبعا مضمرة وجوبا. ويعلم الصابرين، طبعا ويعلم دي اسمها واو المعية، كما أن الفعل ينصب بعد فاء السببية أن المضمرة وجوبا كذلك بعد واو المعية. إذا سمعت قول الشاعر لا تنه عن خلق وتأتي، يعني مع إتيانك بمثله، فدي اسمها واو المعية. طيب، وقال الشاعر ولا تنه عن خلق وتأتي مثله، في آية قرآنية ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، يبقى لا يقضى عليهم وقعت بعد نفي، وده بيقول عليه نفي محض يا سيدنا. المقصود بالنفي المحض انه لا يقع بعده نفي. فلما قلت مثلا ما تزال تأتينا ها فتحدثنا، شوف ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما حرف نفي وزالت تفيد النفي، ونفي النفي إثبات، هذا نفي لا يسمى محضا. فنحن نريد نفيا محضا يعني لا يتلوه نفي. فكلمة جملة لا يقضى عليهم ده نفي محض لأنه ليس بعده نفي يعني. طيب، وبعدين يا مولانا، أيوة، لا تنع عن خلق وتأتي مثله، وتأتي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية، خلاص. وبعد الفاء والواو أو ثم إن عطفنا على اسم خالص كقوله تعالى أو ارسل، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو أن يرسله، يبقى إلا وحيا ها أو يرسله. يرسله ده فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد أو، دي اسمها أو العاطفة يا سيدنا، اسمها أو إيه. طيب كيف تعطف فعلا على اسم؟ لأن وحي ده اسم ويرسله فعل مضارع، ما قلنا هذا الفعل منصوب بأن المضمرة، أن مع الفعل أول بمصدر معطوف على المصدر السابق، والتقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالا، فهمت يا شيخنا؟ ولذلك يقوله بعد إيه؟ وبعد الفاء والواو أو ثم إن عطفنا على اسم خالص. المقصود على اسم خالص يا مولانا اللي هو المصدر، لأن المصدر ليس مؤولا بالفعل، يعني لأنه هو أصل المشتقات، اسم جامد يعني. بعكس لو عطف على اسم ليس بخالص زي اسم الفاعل، ما اسم الفاعل مؤول بالفعل، صح؟ إن الله بالغ أمره، هي نفسها يبلغ أمره. فهو المقصود يعني أو العاطفة يعني تعطف فعل على اسم خالص، يعني خالص من إيه؟ من التقدير بالفعل يا مولانا.
قالت الشاعرة: ولبس عباءة وتقر عيني. وهذه الشاعرة اسمها ميسون، ودي كانت تزوجها سيدنا معاوية، كانت من البادية فحنت إلى البادية. قالت: ولبس عباءة وتقر، أصله وأن تقر، فتقر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الإيه؟ الواو العاطفة، صح يا شيخنا؟ لاحظ الآية اللي سبقت أو، إنما دي الواو، يبقى في عندنا أو عاطفة، عطفت يعني فعل مؤول مصدر على اسم خالص من التقدير بالفعل اللي هو وحن يعني. في هذا البيت لبس عباءة، لبس يلبس لبس، ده مصدر، لبس عباءة وتقر يعني وإقرار عيني أحب إلي من لبس الشفوف، اللي هو يعني الملابس التي تظهر ما تحتها، خلاص هي يعني حنت إلى عيشة البادية والملابس الخشنة يعني. قد ولبس عباءة وتقر عيني، ولك معهن ومع لام التعليل إظهار أن، يعني يجوز في لام التعليل وفي الواو العاطفة أو الفاء أو الواو أو ثم أن تظهر أن، يعني عايز أقول لك الفعل أن تضمر جوازا لا وجوبا، بعكس لام التعليل وبعكس حتى أن تضمر وجوبا. وأقول اختصت أن، وأقول ده شرح الكلام السابق يا مولانا أي شيخنا، وأقول اختصت أن بأنها تنصب المضارع ظاهرة ومقدرة بخلاف أخواتها الثلاثة، فإنها لا تنصبه إلا ظاهرة، وإنما تضمر في الغالب بعد حرف جر أو حرف عطف، يعني ده شرح الكلام اللي أنا شرحته قبل ذلك يعني. فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثلاثة: حتى واللام وكي التعليلية، وطبعا هذا شرحته منذ قليل، شرحته تفصيلا يعني. قال: أما حتى تفيء إلى أمر الله، يبقى تفيء أقول فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، ودي حتى كما قلنا حرف جر يا مولانا بمعنى إلى، حتى يرجع إلينا موسى، وتكلمنا عنها هذه الآية. وليس النصب بحتى نفسها خلافا للكوفيين. إذن الشيخ مولانا هنا أراد أن ينبه على الخلاف الدائر بين العلماء، بين البصريين والكوفيين. البصريون قالوا الفعل الواقع بعد حتى منصوب بأن مضمرة وجوبا، وأما الكوفيين قالوا لا، حتى. وانحاز الشيخ إلى رأي البصريين بأن حتى ليست ناصبة، قال: ولا يجوز إظهار أن بعدها في شعر ولا في نثر، يعني لا يجوز يا سيدنا إن تظهر أن، معناها أن تضمر وجوبا بعد حتى. ويشترط لإضمار أن بعدها أن يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم أو لا، فالأول لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ألا ترى أن رجوع موسى مستقبل بالنظر إلى ما قبل حتى؟ إيه اللي قبل حتى يا شيخنا؟ لن نبرح عليه عاكفين، يعني ملازمين لعبادة العجل، صح يا شيخنا؟ طيب، فهو يقول كلمة حتى يرجع، إذن عبارة حتى يرجع مستقبل بالنسبة لملازمته لعبادة العجل، يعني إذا قلت مثلا سأظل جالسا في بيتي حتى تأتيني، إذن ما بعد حتى اللي هو إتيانك يعتبر مستقبل بالنسبة يا شيخنا لما قبله، صح يا مولانا؟ طيب، والثاني يبقى الأولاني يا شيخنا بيقول إيه؟ كان مستقبل بالنظر إلى زمن التكلم. مولانا اسمعني، لما قالوا لن نبرح حتى، هذا القول الذي قالوه، ما قالوا لن نبرح عليه عاكفين، يعني لازم عبادة العجل، حتى يرجع، ما بعد حتى مستقبل بالنسبة لما قبلها، بس بالنسبة لقبلها قول وبعدها قول، ما كل ده من جملة قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فما بعد حتى مستقبل بالنسبة لما قبله، ده راجع لزمن القول، يعني زمن القول اللي هو حتى يرجع مستقبل بالنسبة لملازمة العبادة العجل، سمعنا يا سيدنا؟ طيب،
بالنسبة لزمن التكلم أو لا. خد بقى انتبه يا شيخ من الآية الثانية، وزلزلوا حتى يقول، زلزلوا حتى يقول، هل قبل حتى قول؟ ما فيش قول، يبقى ما بعدها مستقبل لما قبلها بس بدون قبل، ما فيش زمن قول قبلها. خلاص، يعني حتى يقول، اذا قول الرسول مستقبل بالنسبه للزلزال الذي حدث. اظن واضح. يبقى عندنا حتى الناصبه لابد ان يكون ما بعدها مستقبل لما قبلها، ما قبلها قد يكون قول وقد لا يكون قول. اظن هذا الخلاصه يا شيخنا. ولذلك في قراءه من نصب قال حتى يقول، في قراءه من رفع يا سيدنا حتى يقول، جعل زمن الفعل بعد حتى حال، وزلزل حتى يقول الرسول الآن، كأنك ترى المشهد الآن. فهمت يا شيخنا؟ يبقى حتى دي قراءة سيدنا نافع أظن، قرأ إيه حتى يقول، على إن زمن يقول ده فعل حال يدل على الحال، وده اسمه حكاية حال، يعني القرآن يحكي المشهد كأنك تراه الآن. طيب يا طيب، فإن قول الرسول والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن الإخبار، إلى زمن الإخبار. فإن الله عز وجل قص علينا ذلك بعدما وقع. ولو لم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بأحد الاعتبارين امتنع إضمار أن وتعين الرفع. لما تقول يا أولادي سرت حتى أدخلها، البلد ده يعني، سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول خلاص، تقول سرت حتى أدخلها، يعني إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، يبقى زمن الفعل هنا حال ولا مستقبل؟ حال، يبقى رفع الفعل. طيب، وتقول شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، ومرض زيد حتى لا يرجونه. فإن المعنى حتى حالة البعير، الحال اللي هو عليها يعني، وبرضه نفس القصة حتى حالة المريض أنهم لا يرجونه. يبقى هنا زمن الفعل حال، عشان كده رفع الفعل بعدها هنا. ومن الواضح فيه أنك تقول سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال، يعني حتى حالة الآن مش في المستقبل، يعني سئلت عن هذه المسألة أو سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج، لا تقل حتى لا أحتاج، يعني حتى يعني حتى حالات الآن. فإذا كان الزمن الفعل الواقع بعد حتى يفيد الحال، الفعل يرفع ولا ينصب. هل وعيت ما أقول؟ ثم قال وأما اللام فلها أربعة أقسام. اللام التعليلية، اللام شيخنا يعني تبين العلة والسبب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، ده اسمه لام إيه يا شيخنا؟ التعليل. أقول حضرت لأتعلم، فده فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل. فإن قلت ليس فتح مكة علة للمغفرة، قلت هو كما ذكرت، ولكنه لم يجعل علة لها، وإنما جعل علة لاجتماع الأمور الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى ليغفرة ليس المقصود بدخول مكة بس، لاجتماع الأمور الأربعة. أظن واضح كده؟ اللي هي المغفرة وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم وحصول النصر العزيز. ولا شك في اجتماعها له عليه الصلاة والسلام حين فتح الله عليهم مكة، خلاص ده علة للاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما مثلت بهذه الآية لأنه قد يخفى التعليل فيها على من لم يتأملها، يعني اختار الآية دي بالضبط لأنه ممكن يخفى التعليل. طب إزاي دخول علة يعني دخول مكة يعني علة في قوله تعالى ليغفر لك الله، خلاص يعني ايه علة دخول مكة بغفران الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال انا استشهدت بالآية لان قد يخفى معناها على بعض الناس. الثانية لام العاقبة، عارف لام العاقبة يا مولانا؟ بيسموها لام الصيرورة، وهي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها. لما تجد شخص بيبني بناء وهو يعني متجبر على الناس، او تقول ابني للخراب، يعني ما قال هذا إلى الخراب. قال الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فإن التقاطهم له
إنما كان لرأفتهم عليه، صح يا شيخنا؟ فقصدوا أن يصيروه قرة عين لهم، فآل بهم الأمر إلى أنه صار عدو لهم، صح يا شيخنا؟ دي اسمها لام الإيه؟ الصيرورة أو المآل. وفي اللام الزائدة اللي تأتي بعد فعل متعدي، يريد الله ليبين لكم، فهمت يا شيخنا؟ يريد الله ليبين، بتأتي بعد فعل متعدي اللي هو يريد، يبقى يريد ده يعني يريد زيد العلم مثلا، يبقى ده فعل متعدي. الفعل المتعدي لما يأتي بعد فعل مسبوق باللام، اسمعنا كده، يريد الله ليبين، أيوة يريد الله بيان، يبقى دي اللام هنا زائدة، يعني إذا حذفت في غير القرآن يجوز، لكن هنا موجودها في القرآن للتوكيد. الرابعة لام الجحود، وإحنا عرفنا لام الجحود في الشرح منذ قليل يا شيخنا، بتسبق ما كان بكان المنفي أو بلم يكن، لم يكن الله ليغفر لهم، وما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أو ما كان الله ليعذبهم. إذا كان المنفية لم تقع بعدها اسمها لام الجحود، بعد ما كان أو لم يكن، خلاص يا شيخنا. وهذا آخر ما وقفنا عليه، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.